أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولن تكون أكسن خير شرفت لي وسيد عبد الرحمن وإذن الله سود واد ما أنت. أيوه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غير جمعون أكسن ما أنت إن شاء الله وحن كهل دونا إن آيدها قرآن كاية الله سبحانه وتعالى وهو رميه اسبدلك هبينك يا مالينك فاقرت سمع اسبدلك هبينك يو مالينتا انا ان شاء الله تعالى وحيا لبضنا وماركتي شرح هذا اذا سين دونا إن سألتين خياري إلهي سبحانه وتعالى هبينك ما أنت يسبد هبينك يا ما أنت يسبد الكود وحقوق الأمينين آيات الآيات وعوين وكم إذا آيات إلهي سبحانه وتعالى هبينك يا ما أنت سيدة إن بدل ما ركت علم ذي هري مساس وكان كم غلي ما هن هبينك يا ما أنت وخياري وحوي سألتين وحقوق السيهين قرحلة سيدة درت سيدة هري علم ذي شو يقدر قرحلة قد بيجشة وما قد ما قشوا صنار كده أمبران دونا وحارين توس دونا دول هيرة هذا قرر حضو أما عد عيدو أفر الله تنك الساعة وواي تاقن تيمانا دعبو سو عقلتين ما إن وحن كلاو هدو إلى هيرة هذا ما أنت إن توس دونا إن أسات الله يعدين موجنا يا آيات إلهية هو الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار إنه إلهي سبحانه وتعالى هو يوم ما أنت هبينك إسلام كان هبينك أنا هو يوم ما أنت علامات وحنا بسدونا ساتلايت وجينا يا آيات داس حق نمدي ده وحنا قالوا إن تسدونا سيدا نمن كما ريت الرجال بيتكو أيو أبيوس جريان أما واحد بتبين تايمك وقتك وقتك الظهري وهي عربي وأن تسدونا إن شاء الله ويسجنا تايمك تايمر ماها معناها تايم كسي واحد بتبين ايان يعني انتوس دونا ايو حديث كالصور ورطي هدو لهي دير هو يهي تايم كأي وقتك يا سيد الهي سبحانه وتعالى وكر هي وحا اي بلاد قصة مين قصة مين يعني وحا انكلون ان شاء الله تعالى خياري ما ركتي اذا كالبري دونا هدو لهي راهدو بي ام يو اي ام بي ام وحيوتها انت هي بوست ميريديم بوست ميريديم بيو تاغن تاي اي ام نوحو تاغن تاي انت انا وين كلا فانسين دون الله بضن با انت انت هل كان سكي قرينا ميريديم اوكي بوست ميريديم وحويان إريك بوست إنجليز واكدي واكدي تصالحان بحان الله هي بوست وور وول تو تقالت اللي بعد كدي ميرينديان ولاتين معناه إذن وحي تهي دور أما مركي يقول راحضو وحا اللي إلى الزينة كإنجليز كوركي إنه يتوصن تهي ويان ميرينديان قرآن كان يقول جبتا وخير إلهي سبحانه وتعالى ماركتي وتصبيح الله ينفره وحكب من صبحي يا قلبتي يدور في عصر قاود كي عشي كل سوما اوكا بوست ميريديوم وحو يدور كدي انت ميريديوم نوح ويان ودور كهر اريغان انت ولاتين معنيه سوح وي انتي انتي سوما تغانا وحا انت انت جلوباليست انت وحن وكبر جيدا وي اوبسيد بكيه كانوا وكانوا اللي تكو يعني اوكا ولا بدني لا بدني اري ولاتين وحقرتين معه وحان انتوس دونا مركا سالدين شيغي ابيوز كي حد قد باي نمنك وسترين كو هدو لهي دين رويه هي كو سميان وقتك يا سيدا اي مارك تي وقتك او خمارين يعني انتوس دونا هدو لهي رادو يدين كو سان رجينا هينا الله يعبي دون تان ولي بان آيات وول بان كين دونا هدو لهي رادو قلق ان شاء الله وخياري حدا كمبيوتر كي بان تغينا واي وحيالها انقار كو وحان اسكا كين تسي كرماها واينا كمبيوتر وتغنو وسكرين شيري نصميو او مارك انا وشرحيا وحي انتوسو قلق كمبيوتر قاعد هنا. بسم الله الرحمن الرحيم خيرت واسخصا مغنى مركله ان شاء الله تعالى مركز ساندين شيقي وحن دونا يا ماركتي انو 10 كاسي ودنو
وحوي يا خيري ما انتم ما دعدوا كلكم بل ان شاء الله تعالى مركو ورئيس وحن تسدونا مالمها يعني مالمه يهبين كها يا سيدي يا ايده واوين الى ويهين يا تسدونا 10 كاني و10 هذا قيم بدن ان كا ابسن هي دمانتي دمانتي 10 كودم ان دميسوتو هدو الى ايدمو كلكم ايدها ايدها انه فيرين هذول ايدها كلكم ان شاء الله تعالى بلا ايدها ما ننسى يا ماركتي والله غرم يا بينك ما انتم سيده يهين ايات كم من ايات قوين يا الله سبحانه وتعالى سان هربتك عرباوي الله وحده سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون الله وحده سبحانه وتعالى ان في اختلاف اسبدلك يسويدارك يسبدلك يو اسدافك اسدافين هبين الليل هبين يو النهار مالنتو يو وما خلق الله يو وحي الله بوري سبحانه وتعالى في السماوات وقد حبور السماوات قد حدود يو والارض دوك قد حديث لايات لقوم يتقون وايات تد ايات وحويهن تد الهي كبقي سبحانه وتعالى خصوصا عبسي بقى كجيب تبعناها وين هذه لايك بقضو آيات كامة كذا وقت الترتيب ونسيس عنا مع هذا سورة آل عمران آية بقول السقالات الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فتيو كلا آية دي كلا أو السعري وحاني دي شيء القرآن قد ذكر وحاني دي شيء في دليل هذا دعوتان وتريدي أو كلا آيات بدنا وحاج جريا كتاب القرآن كمصحف كصون ونقضة آيات كأمرنا خيار الله وطلق علي إن إنه وأنا قاعد أنا أمر بتعلم تاي علم جاي وح الله إنه شيء سبحانه وتعالى مر بدنا على لقات صيا مر حاجة على لقات صيا مر حاجة بدنا على مر حاجة لقات صو حكوا صو بحي الصورة عط وح وايدني هي ثاني مر كيدنا وايدي كلا وأنا سورة آل عمران وسورة استحاد القرآن كأيد بقول سبحانه عشان هذا الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض أبو ردة وحقصوا كان معناها أبو ردة السماوات كي يدلك يا واختلاف الليل والنهار يثبت الكابين كي يمال انت لآيات آيات بقصوا كان لأولي الألباب تدك عقلي قالي إيري أولي الألباب الحسوسية ما المال كم يعني شرح دونا إيري كان إيري عادي ما أولي الألباب وحوي معنيد وعدتك عقلك وصاحبك وعدتك قلبي جودو وطلولو وحبر الشضاء يعبسل إلهي يمغلك مثل هذا كله وحوي سورة آل عمران وآيدة بقول سجاشن الكوبيد الله سبحانه وتعالى آيدة هوريدة بس عطاء الذين يذكرون الله كو إلهي كحسا الذين كو يذكرون كحسا يا الله إلهي سبحانه وتعالى قياما يبو تاغا وقعودا يبو فريا وعلى جنوبهم يقول عندنا عجيفة أو معناها تتكاس بحيث سمينا يعني ويتفكرون وحي كفكرة يعني في خلق السماوات والأرض أبو رد السماوات كي يقولك كدبنا وحي إلى هذا ربنا ربك النو ما خلقت هذا باطلا إله دلك إله أرنت السماوات كي يقولك يوحى الله واحد أبو رطي معجزة له وما أبو رن باطل يقدر باطل لما وما أبو رن سبحانك هذا كنا سهن فغنى عذاب النار إله نقدر يري ونقدر عذاب كاغا نار تاعان سوى خير مالك تاعان فلك أبو رد السماوات كي يدوك آيدا كسوغن انت نوى آيد كلاوة سورة اللي وحوي أجاثية سورة الأجاثية وهي سورة دا عشان يفرتناد القرآن كايد عشان هذا اللوح سبحانه وتعالى واختلاف الليل والنهار اسبد الكهبين كي يمالنك اثبت الكهبين كي يمال انت وما انزل الله من السماء يوح الى سبحانه وتعالى كسو دجي السماوات كا من الرزق رزق سو الرب كي معناها فاحيا به الارض دلك الى كن ولا يا بعد موتها مركو بنت كد جيلالكم مركو كد عوادتين جيدها مو وينتركا جيلالي وينتر ولا بيري سوال انجليزي واسكوميد جيلالي وينتر كبركو جيدها كد عو جيلالكا مو وينتركو جيدها واي دنتان اسي شي بنتي هوسي حدا حددكي ama inii ama saaso kala nool wixii dhulkoosu ku jira nool hadii ana adigu geedka u dhintay dhulkiina waa dhintay kadibna ilaahay subxaanahu wa ta'aala roobka oo samada ka soo
وكا كان الصمد أي وقصة نولي يا عيد قرآن واكي هاي سيد الله سبحانه وتعالى جيدها مركي دنتين كدبوا نولي أيوة الله سبحانه وتعالى إذن كان إذن نولين دونا وإذن صوصاري دونا مالنكا يوم القيامة فلك الله بضان ويسكح ليين آيدا آه فأحيا به الأرض بعد موتها وحوي وحي كل حر رسمتها يوم القيامة صوصاري دواي الله سبحانه وتعالى سيدا ماركتي geeda dhintay iyo dhul dhintay wuu soo nooleeyey soo indhihiina kumaydaan arag dhul dhintay oo alla soo nooleeyey subxaana wa tacaala oo dhulkii mar kale intana soo nooleeyey uu noqday dhul nool oo cagaara oo ubax iyo barwaaqada ku jirta aad yaabiso waa aayad muujinaysa sida aniga innagana ilaahay subxaana wa tacaala inoo soo noolan inoo soo nooleyn doono marka wuxuu yidhi bacda mowtiha markuu dhulkii dhinto kadib alla soo sii wada wuxuu yidhi subxaana wa tacaala watasriif riixa iyo hagidda iyo maaragtay dhaqaajinta iyo socodsiinta الريح الضبيشة وحاصو دن وآيات آيات آيات بويهين لقوم يعقلون ضد قرنها في رسالة عقل يعقلون وضد قرنها صومة وحكيمت عقل بكيمت معناه عقلي قرش بكيمت ضد قرنها يا لو سمعي أيضا إن شاء الله تعالى ما ركتي أيضا كسوق بقبين يعني وحوية مركز آيدان إيدان آيدان إيوا آيد وعشر كمان تكسب سيحي الله يحب سبحانه وتعالى مركو وراء آيد وحب جرتا سورة الزمر وصورة سقالي صدونات يا قرآن آيد الشناد الله يحب سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق إلهي سبحانه وتعالى السماوات كي يدلك وحوك أبوري حق يكور الليل على النهار يكور وحو هوية الليل هبينك على النهار مالنت هوية سو ماركتان هبينك ومجدية مالنت بالهوين مالن بين نغن الله وكل يقول سبحانه وتعالى ويكور النهار على الليل ما لنتين وحو هويا هبين بو هويا سو ما ركتان واسبدل كي هذا عيدو كشكينا هين كلكا ان وحوي ان خياري وحوي معناها ان ايضا وحكى الرمي ساينه سن قرحد دعين الى الله سبحانه وتعالى اسبدل كودا كانوا عيدو واوين الى هين ايين عقلي يعبسنا انه سوغنتاي كلكا الله وحده سبحانه وتعالى يكور الليل على النهار هبينك وحو هويا مالنتي ويكور النهار على الليل مالنتي وحو هويا هبين سو مارك تسبد الكاز الله وحده سبحانه وتعالى وسخر الشمس والقمر ان واو نسخري وو سهلي ودبيري الشمس والرحضة والقمر يضيحا كل لما انت ودنا مع الهب مالنتي وياه للصعدة مالنتي هبينك هو ميرو كلا واي واي صعدان سيدا طيحي على عيدو كلا كل يجري dhammaantoodna waxay ku socdaan oo ay ku meereysanayaan oo maaragtay orbit ku yihiin liajalin musamaa ilaa waqti go'an uu ilaahay u gooyey erigan casharada horaan uga sheekeeyey maaragtay liajalin musamaa oo gaalada aakhirada doona ee jijinihiisiga marka soo shiray kadib ilaahay subxaana watacaala waqtiga ajashi aad noo goysay waan soo dhamaysanay waka marka ajashu waxa weeye waa waqti go'an waqti go'an buu wuxuu yidhi alla subxaana watacaala liajalin musamaa waqti go'an baa loo gooyey oo dhammaantood ay ku shaqayn doonaan الله نوح سبحانه وتعالى ألا هو العزيز الغفار ألا سو إلهي ما هو يعني هو إلهي ويهي هو العزيز الغفار هو عزيز العزيز حوينا ملكية دلي الغفار دم دافع كلك إن ما ركت إن شاء الله تعالى أنت هسي وأبو ردي أنت هسي أبو ردي وير هذا إن شاء الله تعالى خياري وحن أنت صحيا سيد إلهي سبحانه وتعالى sida uu alla subxaana watacaala u hubiyo aayaadka maaragtay yaan idin tusin doonaa insha allahu tacaala soo waxaa garateen maaha marka waxaan haddana tegaynaa haduu ilaahay yidhaahdo oo screen sharing samaynaynaa aayaddii satellite-ka ee muujinaysa sida ilaahay habeenka maalinta uu hubiyo soo waxaa garateen maaha okay halkana khiyaari waxa hortiina yaalla maabkii adduunyada bilmatalan hadda anigu waqtigaana hadlaya oo kale saad halkan mouse-ka ka aragt halkan saad ka aragtaan waxa weeyaan waa 4:16 daqiiqo waana saacadda qaahira qaahira weeye saacaddeeda waa 4:16 soo ma saacad bay ka dambaysaa geeska afrika qaahira waa tan geeska afrikana waa kan soo khayra ma aragtaan okay halkan waxa idin hor yaalla adduunyada day and night world map maabkay websaytena waxaa la yidhaahdaa haduu ilaahay idiin rooyahay
هامن دي داد كان بالدها يدين كا جلي دونا باري دونا هل كان يوا ساتلايت ايمج وا ساتلايت كورتي اغان او كو شيغي الدنيا ده ماشي ماركتي يفتينا يو ماشي هدول يدين رؤيا مجديه اوكي وا خيار ان شاء الله وهاك وحا وي هدا علي عصر قابض بيت هاي ماركتي وانا وحا كان ينو صور كان يري غدوتو اي نبي غدوداني وحا ماشي تانو وا عصر كي بقى عشان ماشي وحرنا وا بولو كاربون وا بلاستيك وي وحا نعيال كي قرحيو وصايلي كولكا ساي لا سعد معناها ان الله لي وحا كو خيران ابو رد الهي وانا الربيسان هاي كولكا انا خياري مركا وحا وي هدان سو مركا ما كان هورتينا يا لا وحا موجينيا دنيادن حددن وقتي كان جوجو وأفرتي يوم ما رجتي أفرتي يسقال تونتي قوي ساعة غاهرة وحاو موجنا هي الدنيا ما وقت كان هذا أنت يفتين لا أنت مبدعة سو ما رجتان أوكي هل كان هو بري أفريقيا هل كان مصر بنجوجا وغوي بري أفريقيا سو ما ماشي سنجوجا قرحة نروح الموجنا الساعة وقت كان ما رجتي هذا وكله وينتر كان مركز وتهي نورتر الهمسفير دول كان دون كا لقبل لابور دول كان كلا بركة laga bilaabo Soomaaliya iyo Brazil inta ku toosan saas oo kale Indonesia gacankaas wixii ka sarreeya Northern Hemisphere baa laga soo maaha meelba meershey North ka sii xigto ayay waqooyi ka sii tahay kolka waqtigan hadda qorraxdu kuma badna xagga waqooyiga waxay u badan tahay dhinaca koonfurta waana sababta hadda oo kale marka bisha December lagu jiro ay America North America iyo Europe ay maalintu u yar tahay oo habeen ku dheeriya waayo qorraxdu baa ka fog qorraxdana waxaad ka aragtaan waxay ku beegan tahay maaragtay كونفور افريكا كوركيدا وايو كونفور افريكا كبلو الا اي ارتيكا الا اي استراليا هدا وحي او تاهي يغا وا سمر كا وحي ليداد وا جوجو دي معناها وقتي جوجا اي هدا او تاهي يغا سو خياري ماركتان ان كل كان معناها وا سببت كانت معناها ان وغويغا دون كلا مالنت يراتو حقنا اي مالنت ديراتو كدبنا مركا سم جوجل لا غارا بيش جون او كلي qorraxdana waxay ku soo beegantaa kala barka wax yar bayna u yara badataa xagga waqooyiga waana sababta waqooyiga america iyo yurub ay maalintooda u dheertahay waa elefanta soo baxa okay marka satellite-kan hadda haddaan ku soo noqono wuxuu muujinayaa maalinta habeenkii okay iftiinka saad aragtaan waxa huwan iftiinkii maalinta huwan waxaana daba socda qorraxdu xaggan fiir hadda xaggani xaggan sawirkaygu jira waa bari xagganna waa galbeed soo maaragtaan america iyo waqooyiga america koonfurta america soo maaragtaan يوروب سوما أركتان هلكن إيشيا كونفورت إيشيا أوه هنديا إندونيسيا ماليزيا إلا أستراليا سوما أركتان كل كا إن أفريقيا هذا قرحة ده يدو معناها ويا عضاي سوما أركتان مركا إن ما أركتي وحد ده بس عضا الدولة يدير هو يهي ما أركتي يفتهمين كيف ده بس عضا سوما أركتان مركا إنتني هذا بالمثل إن maaragtay badda Pacific oo halkana oo wixii California ka galbeedeeya habeen bay u tahay soo maaragtaan Alaska hadda habeen bay u tahay inagiina waxay noo tahay maalin bay noo tahay qaarada Afrika soo maaragtaan iyo hadda time ku saas u socdaa qaarada Afrika iyo Yurub hadda waa isku waqti inta badan 2 saac iyo 3 saac iyo hal saac waxa kala horeeyaan saas macnaha waxa hadda inaga noo tahay maalin bay noo tahay Brazil 20 maalin bay u tahay America naftigeeda maalin bay u tahay iftiinkii baa sii gaaray waayo markuu iftiinku Yurub iyo Afrika ka tago qorraxdu soo maaha America gashaa soo iyaga hadda galbeedka America halkani waa la sii aan ku dhaho Hawaii oo kale maaragtay ama Japan oo kale oo halkan ku yaala dhinaca kale ee adduunyada Japan hadda habeen bay u tahay waxaan u tahay hadda inaga waxa weeyeen aan dhahno qiyaastii macnaha 4:22 daqiiqo 5:22 daqiiqo way hadda saacadda geeska Afrika Japan kii oo kale waxa u tahay maaragtay waxay u tahay haddan maabkan gisaan maabkan ka aragno habeen bay u tahay 4 pm meelahaas waqtigu ma soo bixin marka soo maaragtaan inagii waxaan ku yiri geeska Afrika macnaha Masar baan joogaa laakiin geeska Afrika aan xisaabinaya waa 5:22 daqiiqo marka geeska Afrika waa 5:22 marka waxaan tusayaa soo inagu casar ma casar gaabad soo maaha bal fiirso taamka kale ee adduunyada marka taamka kale aan tusayaa marka hadduu Ilaahay yiraahdo okay time zone map waa kan marka iyo fiirsanayna Soomaa waxaan yiri xusuusta geeska Afrika waa 5:00 bay ku dhawdahay Soomaa okay Japan fiirsad hadda
اوكي راشيا. سو صار هدي واكن طوكيو. طوكيو حدوت هاي جمعة وحدوت هاي وحدوت هاي صدح يلواتن هي صدح يلواتن. اوكي و جمعة حدوت هاي كوي توبنكي هي صدح يلواتن بحدوت هاي سو حجرتين معها معناها فيري ولي يجا حبين بيكجران واجو مبرين سو ماركتان. اوكي ميل كلاين توصل ماركا ان الاسكا فيري امريكنكا الاسكا امريكنكا فيري وحوتاي 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 جمعه شنتي افرلات دقيقوتاي. اوكي كيسكا افريكانا هاد وحوي شنتي افرلات دقيقو او غلبه بي ام تنوا ام كلكا وهبين بي كوجيران سوماريتان ان بالمثلين معناها ما بدون كدان تقعني صوم معناها صوم ماركتان مركي نجا بين نوتاي صوم ماركت ايدني وحنا قلت لك مركي انت صح واينا انت صوم الله وحده سبحانه وتعالى يري يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل ما انت وهبين هو يا هبين كن ما نبي هو يا صوم ماين واكن في ريا هبينكو ومدوقه ومتلا هي افتين عارفين كنا وعدان كصوم ومالنتي صوم ماركتان انه مد هو يوكي كلا ايش تبص صعدان الله صمد سبحانه وتعالى هذا ايدي بدنا ينسو شرحي واختلاف الليل والنهار هبين اثبت الكي هبين كي مالك واكم ويسعي سنه يعني مالك بقى تجي هبين كي بقى اللي هو مالك بقى تيمن هبين كي بقى اللي هو معناها ساس يا دوله يقول رؤيه اي سكوت دبا السعودان سو حجرتين ما المركه هذا انا واحد تصاي مركه انت انا كاي جارين كاين تاني جارين ان شاء الله تعالى خياري كاين تاني جارين هذا انا واحد ربا إن هذه لما قشان مارك تلبى حديث وآدي هاد أخيار إذا كي يابد دونا أديو إلهي يرادو والله يابد دون تان عديمنا وان سدونا أديو إلهي يرادو مركا إن شاء الله تعالى لو هذا حديث بان صو صار إنا لو هذا حديث بان دوني إنا نتصو إن شاء الله تعالى والله يابد دون تان إن حديث كوكو هذا مارك يا أخيار أديو إلهي يدمو عن روينا نتصو حويه سلسلة دي تحنا دواتن معناها وحدثنا دارك وأصحابه سوري سوري لكن أبو هريرة قبل الله بينا ما دام وقت قدرتي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعلى سوري عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قونه وإسلام النبي كسوري صلى الله عليه وسلم منه يري رسوله يري لا تصوبوا الزهرة عاينة أو هابارنا وقتها وقتها عاينة هابارنا هابيشكريننا هتكون حد قدبنا أيو رسولك يري صلى الله عليه وسلم ليش بو يري سبب بو يري رسولك صلى الله عليه وسلم فإن الله هو الزهر سبحان الله حديث كان في ريا نبي يري صلى الله عليه وسلم لا تسبوا عاينا أو هابارنا أو هفلقاديننا أو هابارنا الزهرة الزهرة عربية ووقتها وهي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو الزهرة إلهي با وقتك آه تايمك هو الله سبحانه وتعالى حديث كان وحوي وصحيح المسلم وبوقا فرتنات حديث كشنات وحي هردنا واكن كل عدي مارك عدين كالوبان سو مارك تان نبي صلى الله عليه وسلم وقتك عاينة هنا هبارنا وايو وقتك إلهي با وقتك سبحانه وتعالى سو مقرتين هايدي هورنا هاد وحن نصينو إله سبحانه وتعالى هادي هاد قرآن كو والله إن إنان هادو إله يكورو إنه وقتك إن أينان كو عيارو معناها إن وقتك آياد ووين إلهي إله لو طلق علي قومي الله كعبسانا يا قومي عقل الله الرومانية سو ماركتان في رسالة حديث كالله مركا حديث كان عندك يا بنت هوني حديث أوكي وحلو ياتن حديث تو جريدين سيستم بيكلي وحلو إله حديث تو waxay kala leeyihiin in xadiis ka leeyahay suu yahay so nimanka ciidamada hoggaamiya jaraanladu militariga hoggaamiya so jaraanal iyo saas iyo makala laha sare guuti gaasi waxaas xadiisaduna saas ka leeyahay xadiiska meesha ugu sareysa waxa weeye mutafaqu calayhi waa innaga ahlu sunnaheena macnaha waa shiicadu culimadoodii leeyihiin xadiis uu sheegtay kolka innaga xadiiska la yiraahdo mutafaqu calayhi waxa weeye labada sheekh ee xadiiska nabiga sallallahu calayhi wasallam noo soo ururiyey oo ka koobad yahay bukhari kalabaana muslim ayaa isku waafaqay kolka
حديثكني هو متفق عليه وي عدي وبان إن سي وقتنا واكن واتراسن كرتا وحي إنفورميشن كي ودوما كورك يعني مركا نسل أبي هريرة يا لقصوري رضي الله عنه قال وحي يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول كي قال وحي يري قال الله تعالى إلهي وحي يري رسول كي ورنا يا إلهي وحي يري سبحانه وتعالى قال الله تعالى قال وحي يري تعالى سري يؤذيني الله الله سبحانه وتعالى وحي الله سبحانه وتعالى يؤذيني وحي دبه ابن آدم إن آدم ابن آدم باي دبه يصب الظهر عيدا يا أبيوسك يا حد قدبك يا بهدلك أيقوها يان الظهر ده ظهر كوايدين الشيخي ووقتك الله وحي سبحانه وتعالى يؤذيني وحي دبه ابن آدم باي دبه محاني يقول لبان بو الله سبحانه وتعالى يصب ان ابيوس معناها ما انجريسك اللي ويدا ما كحد قدبك اما ما رقتي عايدة اي كو هيان ايو كو تغريفالك ايو خراب انت الظهر وقتك كدبنا الله وحي سبحانه وتعالى حصوص الرسول كان نورنا ايه الله وحي سبحانه وتعالى وانا الظهر انا ونا وحانا اي وقتك وانا الظهر ارقى سو ما رقتان وانا الظهر أنا وروح أنا وقتك الله يسوع سبحانه وتعالى حيري بيد الأمر أمر كوي وقتك يسبدل كابين جمالك يوح الله واحد دون كذا ركتان سماواتك بيد الأمر أمر كاس عن تيد كجرا ويرى الله سبحانه وتعالى أمر كاس عن تيد كجرا ويري خير مالي رد اسمام فديا عرب اسمه كمال دماتي واتد نوع كلاي قال لك هذا غير داس مركا الله سبحانه وتعالى بيد الأمر أمر كنا عن تيد كجرا وغلب الليل والنهار انا قديه او رجيه هبينك يا مالنتا وصان هذا انتسي معناها هبينتي مالنت دواء آيات الهي با قديه مرة ترى الهوية تنمرك دما ترى تنكال الهوية سو ما ركتان كلك معناها نخياري معناها هلك وحد كاركتين ان هبينك يا مالنت ويأذيهن اسلام ركان والليل سبحانه وتعالى بدل كاي عيارتا اي كوهيان اي ما ركتين كوحد قدبك اي وقتك بلادنك وكوحد قدبان تايمك وقتك أي كحد قدبان أيان أيوسن الله جعلين معناها يأذوني إلهي وحده بمجره وقاده آية كرسهم حسطان ولا يؤذوه حفظهما معناها إلهي إلهي سبحانه وتعالى إلى لنتو ذا مخلوقات كي يساق النفتي سوحد باس كير وهو قاهر فوق عبادي إلهي نادون لسوا كسر ريا أصلي شي حديث كحوي معناه إذا إلهي مجعله وهو نكر هسدي dadka bilaadanka ee waqtiga ku xadgudbaya ee waqtiga saas weeyaan ee xusuusta Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla cidii bi kartaa iska yar soo xagarateen ma xusuusta guduudkaas inaba isku shida ma qiyaaray waa qoraxdaas ee casr gaabadka kolka taasi halkaas ay ahayd marka kolka haddana waxaan tusayaa sida bilaadanku ma aragtay ay ugu xadgudbaan akhyaaray أي وقت جو حد جدبان أيان أنت صياد ولا غير هذا. أوكي هذا واحد إذن شيء إن الله سبحانه وتعالى حديثك ورسولك النور شيء وقال لي يري وأنا ذهور أنا وقت جا صماها. أوكي جي إم تي ميا معناه ميا تغنان مركان الله يعني وإنجليز كوان كراسي دي وحيا والله أنت صياد ما أنت بطيمك كصاب صم جي إم تي صوم تغنان مركل يقول لي ساعات أسي جي إم تي وي معناه جي إم تي وهالباقي ساعات الدنيا هذا يونيفرسال تايم يو waxaasay u bixiyeen laakiin magacii hore ee shirkiga kamay tagin fiirsadaya kolka en GMT macnaheedu inga saacadan GMT la yiraahdo waa halbeega waqtiga dunida fiiri prisi iyo marka bur cabirinaysid soo miisaan lama saaro lama beego saliida iyo maaragtay caanaha iyo waxa la wixii cabirayo soo halbeeg ma lahaan wax lama saaro waqtiga halbeegiisu waa GMT bay yiraahdeen soomaa GMT okay GMT marka macnaheedu maxaa tahay fiirsada waa tani GMT wacnaheedu waxa weeyaan fiirsadaya waa Greenwich Mean Time Greenwich ka magaalada Ingiriiska asaasa ayaaba waxayba tahayba waqti ka warrama mayna shirki ahayn waxa lagu yiri Greenwich GMT waxa u taagan tahay T waxa u taagan tahay Greenwich M waxa u taagan tahay Mean T waxa u taagan tahay Time soo waxayba yiraahdeen ba Greenwich Mean Time annagii ba waqtigiya ilaahayna muxuu yiri
وأنا الظهر أنا وقتي. سبحان الله هل كان ميلا أركان هل كان ميلا أركان بالجرينويتش كمر كله سيرجان سوينو أوكي ويلكم تو يونيفرسال جرينويتش سوما أركان جرينويتش وفيريا جرينويتش وحلويري جرينويتش وحوي وميل تمقتيا إن جرينويتش وميل ما أركتي إرسال غير وحلو جرينويتش is a town in south east London England ingiriisku ku yaalla waa magaalo London banaankeeda Soomaa sawirkeedina waa tan Soomaa aragtaan magaaladaasi ee ilaahin baa garay xukunkooda waayo waxay yiraahdeen green inagaaba waqtigiya khair soo xagarteen ma soo magaalo ingiriiska ku taala Soomaa okay iyadoo sawirna bala inta soo waxaan rajaynaya waxaan dibsanay inuu san ka soo bixin waa tan waa ka university of greenwich Soomaa aragtaan waxay yiraahdeen time ka adduunka ka meesha laga cabiro waxay bay yiraahdeen anagii baa taayma kan yu bilaabay dacwad billahi min shaydaan rajiim kolka sanawaati hore muujinaysa in ilaahay soo huwiyo maalinta habeen isku huwiyo marka ta kale aan rabaa akhyaara in soo marka greenwich hadda la yaabnaayd abuse-ka iyo xadgudubka bilaadanka adduunyada ku sameeyay ee bilaadanka ku sameeyay waxa la yiraahdaa taaymka waqtiga haddana wax ka yaabayaan ku tusayaa okay akhyaara halkan waxa la yiraahdaa halkan waxa la yiraahdaa waxa weeye waa international deadline waxa la dhaho international deadline waxa weeye waa meesha adduunyada kala qaybisa international deadline waxa weeye international deadline waxa weeye waa meesha waqtiga adduunyada kala qaybisa xaqiiqay ku taala waxay ku taala bartamaha badda pacific soo waxa garateen ma badda pacific way tani sadarka halkani waa qoyga america halkani waa koonfurta america halkani waa ruushka siberia halkani waa japan halkani waa australia halkani waa indonesia soo ma aragtaan wadamadii dhe halkan ee jasiiradaha yar ee waa Philippines meesha la yiraahdo badana waa Pacific marka bartamaha badda Pacific dhexdeeda ayaa waxa yiraahdeen waa meesha la yiraahdo IDT IDT waxa weeye waa international deadline meeshii ay deadline IDL international deadline time ka macnaa meeshi kala qaybinaysay halkaas ka sameeyeen okay maxay sameeyeen marka fiirso marka sida ay mataqaan ilaahay soo madhiin hadda xadiiska soo madhiin digsin yiin rasuulku nooshii sallallahu alayhi wasallam inay allah subhanahu wa ta'ala yiri bil aadan ku way dhibaan waayo nabiyuska iyo xadgudub ay ku hayaan waqtiga soo ma fiirsada halkan waxay yiraahdeen xagani waxay yiraahdeen waa am tusaale ahaan am soo xagartan ma ante meridian waa kan hore ay idin sheegay halka dhinacan kala dhinacan guduudka midkiisana oo xagga Alaska oo xagga Siberia Alaska waatan Alaska waa halkan Moscow ay halkan waa Siberia kala dhexdooda Bering Sea baa la badan soo maaragtaan tanki adduunka kala qaybiya waxay yiraahdeen halkaas uu maraa halka halkan waa biyan bay dhahay halkan waa yeen fiidii ugu horeen yaa jiji ma jiji ka warramay waxaan idin sheegay in halkani ay 3 km gabigeeduba tahay oo yiraahdeen 3 kilometer ya marka maxay sameeyeen marka fiirsada halkan waxay sameeyeen meeshan line kan soo ma aragtaan dhinacan bilmetelin hadda saacadda geeska afrika oo kale waa 5:30 oo jimca ah oo maalin jimca ah 5:00 galabnimo iyo 7:30 geeska afrika soo ma allahu musta'aan dhinacan kale oo hadda fiirad waa guri u muuqda oo guriga kale u muuqdana waxay yiraahdeen waa 7:38 oo maalinnimo sabti ah hal maalin bay hormariyeen fiiri iyaga fiiri GMT ga nimanka ingiriiska ay yiri waqti baan nahay ayaa time kan qoray way kala hormariyeen hal 4 saac bay bootiyeen waayo si kale uma khiyaami karaan waayo iyaga dhibka ugu weyn haysta ayna bedeli karin waa cadceedda bilmetel waqtigan iyagaa bixiyo iyagaa gooyo waad ogtiin Soomaa iyagaa geeska Afrika waqtiga waa intaa Amerika waa intaa Ingiriiska waa halka Jabaan waa halka Shiina waa halka iyagaa yiri Soomaa hase yeeshee cadceedii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala abuurtay kama gudbi karaan waayo iyada oo ah duhur iyada oo ah sidii 12-kii duhurnimo waqtiga Muqdisho ama geeska Afrika ma oran karaan waa hadduu Ilaahay yiraahdo 5:00 galabnimo 6:00 galabnimo waayo aqligii baa diiday iyo cadceedii waa korbay taalla kolka maxay sameeyeen si waqtigoodii ay abuse-ka ha iyo maaragtay xadgudubka ha ay isku waafajiyaan
way kala gooyeen waqtigii waxay yiraahdeen dhulka waa hadda laba guri oo isku muuqday gurigaasna waxay yiraahdeen waa maalin sabtiga ahayd 4 saac ay hormariyeen kana waxay yiraahdeen waa jimci eeg hadda soo ma aragtaan waxaana ka daran akhyaaray maaha keliya inay saab waqtiga been uga sheegeen baqtiga keliya been kamay sheegeen waxa kale sameeyeen miyaad ogtihiin meesha ay mariyeen taymka ay yiraahdeen international deadline timeka ayaan ka sameynay waa meesha duunka kala badhaa waxa waa waqti ahaan way hadaya waqtiguna saas u socdaa waa vertical wax taagan weeyaan sa waa duwidana wadamadu waqtiga say u kala horeeyaan waa vertical waa wax toosan oo saas waa cadceedu horizontal way bari bayna ka timaadaa cadceedu waa dhinac dhinac bari bayna ka timaadaa kolka hal mar bay saa u wada maraysaa waqooyigii koonfurtii soomaa laakiin dhulku kala barku saasi u mariyeen soomaa macnaha waa taqaanaan loolkii dhigaha waxa soomaali waran jiray ingiriiska latitude iyo longitude waxaas okay waxay marka sameeyeen meesha ay ka sameeyeen ay yiraahdeen adduunyada waqtigiisa kala badhaha mariya miyaa taqaana wuxuu yahay waa meel aan cidiga joogin bil metel meeshan siberia iyo alaska u dhexaysa ogaada hadda alaska siberia hal meel bay ahaayeen baddan berisi baa kala goysay dhulkan aad aragtaan akhyaaray sanadku 12 bilood maaha haa 9 bilood oo kamid a bini aadan laguma saaro meesha ay mariyeen waa dhul xiran waa artig artigan ka sheekeynayay oo ninkii dulqarnayn ahaa tegey weeyaan galbeedka adduunka weeye soo waxaa garateen maaha xagga badda dhinaca kale badda pacific ee gudaha aan pacific hadday kulushahay oo xagga australiana waa new zealand 10,000 kilomitr bay bariga new zealand ka xigtaa new zealand waa dhulkan halkana waa australia cid degan cid xaqiijin karta iyo cid oran karta warsaahay saas ma lahan kolka haddaad ka soo tagto xaggan kolka haddaad soo koonfurta america ka timaado ama waqooyiga america ka timaado ood xaggan u socotid dee adoo saa halkan u taagnayd hadday maalin jimcaha ahayd baa lagu dhigay wabiyaad orgeen waa sabtiye iri iyagaa magacaabay maalmihii ilaahay bay ku xadgudbeen oo xadiiskii hadda uu alle subxaana watacaala yidhi bini aadamku macnaha dhib bay ugu hayaan waqtiga ay buisgaraneen waa kan soo waxa garateen maaha waxa kaloo ah anid inaad tan fahantaan akhyaaray waxaana cilmi aad ka maqlaysa cid kale ma aha soo ma aragteen greenwich ingiriiska inay macnaheedu tahay gmt inay tahay greenwich mean time waris mean ereyga mean muxuu yahay dee macnaheedu weeyaan marka waxa weeyaan greenwich macnaheedu waa time ilaahayna wuxuu dhahay subxaana watacaala waana dhuhru akhyaaray waxaan rajaynayaa inaad fahanteen walaalkeenaad soo codsaday ma aragtay videogana waan u mahadcelinayaa waxaan u maleyn inaad ila aragteen waa kuwa nijaasta door ilaah ka shaqaystaba kuwaana adduunki kuwana dhulkii waa kharibeen wallahi ingiriis dhulkii waa kharibay ingiriis dhulkii waa kharibay subxaana allah war wuxuu fasaad badana alfiiri so marka haddaan ku noqono wax kale marka kuwa aan isla aragnay daalimintaasi waa kan maalintii habeenkii waa kan okay haddaan refresh kus ka dhigo maaragtay waqtiga maalintii habeenkii hadduu ilaahay idiin rooya akhyaaray waxa weeye waa kan waxa waaye macnaha meesha ay joogaan macnaha kolka macnaha waa kaas madowgu waa kan madowgii iyo caddaanka waa maalintii habeenkii way isdaba socdaan waxana waxa weeye akhyaaray waa satellite image haddaan maaba ahaan isagoo ah intusana isagoo maaba haddaan intuso waa kan fiiriya soo ma aragtaan macnaha maabka adduunka waa kan maaba ahaan qoraxduna hadda hoos bay jirtaa satellite ahaanna macnaha haddii ilaah idin loo yahay isagoo satellite waatan macnaha kolka habeeni maalintan ilaahay saasuu iska hubiyaa qoraxdu ma dhacdo cadceedu ma dhacdo akhayr halka waxaad ka aragteen macnaha aayaddii ilaahay subxana watacaala uu yidhi habeenka maalin baan hubinaa maalintan habeen baan hubinaa inay dhab tahay oo ay xaq tahay iyo waxaa kaloo aragteen maaragtay sida nimankan ingiriisku ay waqtigii ugu xadgudbeen ilaa waqtigii uu alle subxaana watacaala yidhiba anigaa waqtiga ah inay iyaguna yidhaahdeen magaalada greenwich waa waqtiga annaguna waqtigii baa nahay soo ma aragtaan subxaana allah dee waad la aragteen waxna waan tusay kolka waa sayid cabdiraxmaan sheekh xasan oo idinla akhyaaray waa mahadsantihi daawashada daawanayseen intaa yar niyo meeshan yar waxaan ugu talagalay fiidiyoyadin aan ku duubay hase yeeshee sidna way saaran tahay nimankan masaaraduna waa niman lagu salliday kayro iyo balaayuun marka insha allah ilaah khayra ka dhigo akhyaaray intaan mar kale kulmi doono waa sayidkii oo idinla assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh